يا طقم رسمي وبابيون، شو عملتي فيني يا أصلي؟ جلسوم تفضلي. المرحلة الصعبة خلصت يا جلسوم، أنت كنتي أكتر وحدة قوية بالعيلة، حاولتي أنه تتعاملي مع الكل منيح. بالأصل أنت اللي أنقذتي العيلة اللي ما كنت مآمن فيها، ما كنت عاملك كأخت، ما كنت أعرف كيف حبك، دايما أنا كنت خوفك. بس بدي تسمحي لي هلأ أني أكون عن جد أخوكي. شوفي هالمرة ما رح أرفع صوتي، لأنه هدفي إني أحميكي. ممكن ما؟ ممكن أخي. أخي أخي شو وينك أنت؟ أوهو على طول بتنسى الأخ الوسطاني. تعال بلا حكي فاضي، تعال تعالوا يا أخواتي بحبكم، تعالوا تعالوا يا أخواتي الحبايب. أوه كثير لابت لك البدلة. شو عم تحكي أنت؟ أصلي بدها تبهدلني. قال بابيون قال ايه صح، حتى سونا أصرت أنه حطها الجرافيك. شوف شو عملوا فينا. أنت نص مصيبة، طبيعي أنه تلبس هيك. يعني حلوة هيك؟ ايه حلوة. ممتاز. ايه يعني هلأ ما بقى حدا من العائلة بده يتزوج لسه؟ لا إيه لسه أزجور حفلة طهوره قصدي. شوفوا رح أحكي مع سونا لنرتب القصة. طولي بالك لساته صغير، بكرة منطهره هو ومارت. بدكن تسموا الولد مارت لكان؟ أصلي بدها هذا الاسم، بس بتعرفي أنا الأب ورح نقي شي اسم على كيفي. يا سلام، مارت أصلاً اسم ظريف كتير وحلو. اسم مبدئي ما قررت لسه. خلاص أخي بكفيك يا عناد، متأكدة إنك حابب اسم مارت. أحياناً لازم نساير مشان ما نعمل مشاكل. يلا عن إذنك رح أنطرك تحت. إيه طيب ما بتأخر، جيب العروس وتعال. لساتهم صغار. ليكن وصلوا، طالعين بياخدوا العقل. تعال حبيبي. لحظة وبرجع لك. طالعة حلوة كتير. ما توقعت انه تطلع حلو لهالدرجة. بيبيون بياخد العقل عليك. عم تتمسخري؟ يلا خلينا ننزل بسرعة قبل ما شيل البابيون. شو حلوين. طيب منتواجه. عفكرة أنت بترقص كتير منيح. يعني عم أعمل جهدي. إيه عن جد شاطر. إيه وأنت شاطرة. عم تحكي جد؟ إيه جد. إذا أنت هيك رأيك خلص موافقة. بشكل عام وقت الرجال الحلو بيرقص كل النسوان بيراقبوه، بس هلأ عم يراقبوكي ليك؟ خدني على الدنيا اللي بدك ياها، مستعدة روح معك حتى لو على آخر الدنيا. ما رح بعيد عنك أبدا. وأنا كمان. Güneşin gölgede
kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. يلا زقفونا لحتى نقعد. برافو. كيف كانت الرقصة؟ رقصكم كتير حلو، كنتوا بتاخدوا العقل. انت اللي بتاخدي العقل. ألف مبروك حبيبتي أصلي. شكرا سونا. مبروك أخي. الله يبارك فيك أخي. ما شاء الله طالع كتير حلو اليوم. القصة مو بإيدي يا أخرس، مو بإيدي. على الأغلب الولد تحرك. يا عمري هو مع أنه صغير بس بيضرب بقوة كبيرة. طبيعي بدي يطلع قوي مثل أبوه. عم تحكي جد؟ مات رح يهلكك إذا هيك. يعني مثل أبوه الشقي. طلع فيني، لا تقلي لسه لهلأ ما وافقت على اسم مارت. ايه طولي بالك شوي، لسه عم فكر. شو هالحكي هاد؟ خلص هاد هو الاسم. وعدتني. امي وينها؟ كانت هنيك عم تحكي تليفون، ما بعرف.